يا ست ماجدة، ازاي حضرتك؟ مليون اهلا، بخير الحمد لله كابتن، مليون ما شاء سلام الله عليكي. بخير كابتن رجع. يعني وجعتي قلوبنا بخير امبارح، سلمى. وجعتي قلوبنا امبارح عليكي. احنا كلنا بنحبك وبنتمنى لك كل خير والف سلام عليكي. الله يسلمك الله يسلمك. هي القصة مش مثل ما يعني عم بصير كلام، انه وقعت او رحت على المستشفى او مش هيك القصة. بالمرة يعني الله يسلمك ويديمها ويحفظ مصر أبيه حرة كما بتحبها. ويحفظ لبنان أنا كمان. بس اللي صار إنه أنا جاي من بلد طابقة علينا في العتمة، نحن أحبال المشارق عم بتشد اليوم أكثر علينا. جيت على الأردن، صار لي زمان أنا ما غنيت بمهرجان جرش. آخر مرة غنيت بجرش كان بال99، مرق وقت طويل من وقتها. حسيت اني لما دخلت مغمورة انا بحب الاردنيين لإلي، بمغناهم معي كلمة وكلمة، بحماسهم هني بحماسي انا. لقيت جرش مزروعة خيم حواليها واعياد وافراح وناس عم تغني وناس سهرانة وناس عم تحتفل بالحياة، ونحن موضوعنا عكس هيك تماما. بالضبط. اللي صار قمة الانفعال هيدا، قلبي ما حمل هالكم من الفرح. يعني نحن جايين من مطرح على مطرح مختلف تماما، فاللي صار معي اني بقمة الانفعال هيدا. ما عرفت اللي صار عالزبط شو، حسيت المسرح عم بتمر فيي بالدرجتي بالعدارتي، ما بعرف شو اللي صار، مش عارف احدد لك عالزبط بهاللحظة شو حسيت. حسيت بس إن قلبي مش قادر يتحمل هالكم من الفرح، كأني رح طير من المطرح. ففتت على الكوليس، أخذت كتلة مي ورجعت كملت حفلتي عادية. كان عم بيأثرني شيء بالأردن، كنت بكل لحظة عم بتمنى إنه الله يحمي الأردن ويحفظها، يحفظ استقرارها، يحفظ سلامها، يحفظ زلالة الملك، يحفظ زلالة الملك اللي اهتموا شخصيا بمتابعة. كان اختلاط مشاعر علي ما بدي احدد لك اياها شو هي، يعني قاطع مش شيء مرق علي قبل. قمة الفرح اللي عشته كان لحظة عشتها بالمسرح ما بتشبه شيء، ما عرفت شو صار. أنا خدت كثير عاطل، بس اللي عم بقول لك يا هي كانت لحظة انفعال قوي اختلطت علي فيها المشاعر. بطلت عم بقدر يعني الجم اللي أنا حطيته بقلبي. أيوة. مرق ثواني حسيت المسرح اللي صار، إنه حسيت المسرح دار فيي. هو نزل ضغطي، هو طلع، مش عارفة أحدد لك، مش عارفة أشبه لك الشيء هيدا بأي شيء صار بعمري. بعرف إنه ما قدرت أتحمل هالكم من محبة الأردنيين لإلي ومن حبي لإلهم، من تجاوبهم معي، من غنائي معهم. فاللي صار إنه للحظة صار هيدا الموضوع، حسيت إنه عم بيدور في المسرح. ففتت على الكوليس، شربت كوباية مي وطلعت كملت حفلتي عادي. ونشكر الله على هالنعمة الكبيرة اللي أخذتها امبارح بالرغم من اللي صار، بس كانت ليلة سعيدة من عمري ما رح أنساها.